هيومن رايتس ووتش تتهم التحالف بقتل 47 صيادا يمنيا واحتجاز 100 آخرين، طبعا هذا خلال عام ونصف فقط. لأكثر من 4 أعوام تتنوع الانتهاكات من القصف والاستهداف المتعمد إلى الاعتقال والتعذيب. إلى متى ستستمر مأساة الصيادين اليمنيين؟ أهلا بكم. قتل جماعي وهجمات واعتقالات أثرت بشدة على مجتمعات الصيادين في الأماكن النائية التي فقدت المعيلين الأساسيين لعشرات العائلات. في تقرير جديد تكشف به منظمة هيومن رايتس ووتش عن جرائم التحالف باستهداف مدنيين وأعيان مدنية في انتهاك لقوانين الحرب، كما كشفت أن مسؤولي التحالف أمروا أو نفذوا الهجمات أو عذبوا المحتجزين ومتورطين كذلك على الأرجح في جرائم حرب. بالمقابل يسعى التحالف بقيادة السعودية إلى الحيلولة دون التحقيق في جرائم الحرب المزعومة وغيرها من الهجمات غير القانونية. فهل ستمضي جرائم التحالف بحق الصيادين اليمنيين دون عقاب؟ لم يعد البحر آمناً ولا باباً للرزق، فقوات التحالف باتت تقتل بلا هوادة. على قبالة سواحل البحر الأحمر حيث يتربص الموت الجائل بالبحارة، تربض هنا زوارق فارغة وأرزاق مقطوعة، وصيادون أصبحوا عرضة لنيران قوات التحالف العمياء. تقرير حديث لهيومن رايتس ووتش يقول إن قوات بحرية تابعة للتحالف بقيادة السعودية نفذت على الأقل 5 هجمات قاتلة على قوارب صيد يمنية منذ 2018، هجمات أسفرت عن مقتل 47 صيادا يمنيا على الأقل، منهم 7 أطفال، واحتجاز أكثر من 100 آخرين، بعضهم تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز في السعودية. يقول التقرير إن هجمات التحالف على الصيادين ومراكب الصيد تبدو متعمدة، حيث استهدفت مدنيين وأعيانا مدنية في انتهاك لقوانين الحرب، وإن مسؤولي التحالف الذين أمروا أو نفذوا الهجمات أو عذبوا المحتجزين متورطون على الأرجح في جرائم حرب. أحد الصيادين الذين تعرضوا لهجوم التحالف يصف واقعة الاستهداف قائلا: كانت المروحية قريبة على علو 3 أمتار تقريبا، طلبوا منا عبر مكبرات الصوت الذهاب إلى الأمام، فانتقل 4 أو 5 صيادين إلى الأمام بينما بقي الآخرون عند مؤخرة القارب وكنت أنا في الوسط، وبعدها أطلقوا علينا الرصاص بسلاح كبير. لوح الصيادون بأقمشة بيضاء ورفعوا أيديهم ليظهروا أنهم لا يشكلون أي خطر. في 3 من هذه الهجمات لم تحاول قوات التحالف إنقاذ الناجين الذين سقطوا في البحر، فغرق الكثير منهم. يعيش آلاف الصيادين ظروفاً صعبة ومعقدة، فهم عالقون بين خيارات كلها سيئة، إما المخاطرة في طلب الرزق ليكونوا فرائس لطائرات الأباتشي وبارجات التحالف، أو أن يتخلوا عن مصادر رزقهم فيتوقفوا عن ممارسة مهنة الصيد، يتركوا أسرهم عرضة للجوع ومعاناة الفقر. الصيادون جزء من مأساة بلد أسلمت مفاتيحه لتحالف أوغل فيه قتلاً ودماراً. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، وسينضم معه آخرون كذلك عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخت آسيا. إذا تقرير موسع لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول الانتهاكات التي تعرض لها الصيادون اليمنيون خلال عام ونصف تقريبا، برأيك ما هو أبرز ما أضافه التقرير للانتهاكات التي يقوم بها التحالف؟ مساء الخير لك يا أخت آسيا والمشاهدين. في الحقيقة مرة أخرى شكرا لقناة بلقيس والمساء اليمني لتسليط الضوء دائما على ملفات الحقوقية، لا سيما الملفات التي تتناول زوايا غير مرئية أحيانا. بما يعني على سبيل المثال التقرير الذي بين أيدينا اليوم الصادر عن هيومن رايتس ووتش، وهو يسلط الضوء على حوادث هجمات لقوات التحالف ضد صيادين يمنيين. التقرير حقق في 5 هجمات، ويعني نتيجة هذه الهجمات مقتل 47 صيادا يمنيا بالإضافة إلى جرحى، واستنطق أيضا شهود وناجين من بعض الهجمات التي طالت صيادين وقواربهم في عرض البحر. وفي الحقيقة دائما ما تؤكد التقارير الدولية في حديثها عن ملفات الانتهاكات لحقوق الإنسان على العديد من الجوانب، من بينها تكشف مدى استهتار أطراف النزاع المسلح في اليمن، سواء ميليشيا الحوثيين والتي تعد، وهنا نؤكد مرة أخرى ومجددا ودائما، أنها
بحروبها وانقلابها على الدولة في اليمن هي التي جرت البلاد إلى أتون هذه المآسي كلها، بما في ذلك أيضا مآسي الانتهاكات الصادرة عن من طرف التحالف. أعتقد أن الحوثيين يتحملون أيضا مسؤولية إزاء كل الجرائم باعتبار أنهم هم من أشعلوا فتيل الحرب بدرجة أساسية. لكن في المحصلة النهائية أود التأكيد أيضا أن تقرير هيومان رايتس ووتش وهو يوثق عددا من هجمات التحالف ضد القوارب الصيادين اليمنيين يكشف مدى استهتار السعودية والتحالف بمبادئ القانون الدولي الإنساني من جهة واستهتارها بأرواح المدنيين وقتلهم بدم بارد. أنا يعني أثار دهشتي في الحقيقة بعض القصص التي أوردها التقرير على سبيل المثال، عندما كان مجموعة من الصيادين على ظهر قاربهم يلوحون برايات بيضاء لمروحية تابعة للسعودية البحرية السعودية وهي تقترب منهم، كانت المسافة على بعد 3 أمتار بحسب رواية أحد الناجين. طلب منهم الطاقم المروحية عبر مكبر الصوت الذهاب إلى أمام القارب، مجموعة منهم تقدموا، هو كان في الوسط الذي يروي هذه الشهادة. المروحية أطلقت الرصاص مباشرة على أجساد الصيادين وقتل حينها عدد منهم، البقية كانوا جرحى، كانوا يصرخون. أحدهم حاولت بعض عناصر البحرية السعودية الإجهاز عليه لكنه كان يقول لهم أنا مسلم مثلكم أنقذوني، يعني بعد ذلك أخذهم. طبعا كثير من الروايات بالفعل تكشف حالة من التوحش خلال هذه الحرب يعني للأسف الشديد. أنا اطلعت أيضا على تقرير وهالني ما قرأته من وحشية في التعامل، من تعمد في القتل لأناس بالتأكيد هم مدنيون، وكل ما يشير يعني تشير إليه الوقائع بأنهم مدنيون، ومع ذلك هناك وحشية في التعامل مع أناس يبحثون عن رزقهم فقط. نعم للأسف الشديد أخت آسيا، واضح أنه خلال 5 سنوات من هذه الحرب كثير من الأطراف تخلت أو ربما كانت في الأصل غير مكترثة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقوانين الحرب وأخلاق الحرب. نتذكر دائما ونتحدث عبر المساء اليمني وفي برامج أخرى عن جرائم وحشية لميليشيا الحوثيين، وهي جرائم تنم عن انعدام مسؤولية أخلاقية وإنسانية وحتى سياسية لدى هذه الميليشيا في التعامل مع المجتمع اليمني سواء في مناطق سيطرتها أو أثناء حروبها. ولكن من المفزع أيضا أن جيوش نظامية تابعة مثلا كالجيش السعودي أو البحرية السعودية تمارس نفس السلوك الذي تمارسه العصابات والميليشيات في التوحش أثناء الهجمات وأثناء الاشتباكات، بل حتى في حالة وجود أعيان مدنية واضحة مثل المدنيين أو الصيادين في عرض البحر حين يتعرضون للقتل بتلك الصورة الهمجية والوحشية. بعضهم أيضا يتم اعتقاله وهم جرحى والزج بهم في سجون، ويتعرضون حتى للتعذيب والتنكيل في سجون القوات السعودية كما أشارت شهادات عدد من الضحايا والناجين الذين أطلق سراحهم لاحقا، وهناك العديد منهم لا يزال معتقلا أو مصيره مجهولا. من ضمن القصص أيضا المروعة أنه في إحدى المرات أو الهجمات للقوات السعودية ضد الصيادين يتم يعني مشاهدة الصيادين والجرحى وهم ينزفون ويلتهمهم البحر ويغرقون موتا ومن آثار يعني قتلى بالرصاص ويغرقون وهم يعني بينما القانون الدولي الإنساني نعرف كما أشارت أيضا حتى هيومان رايتس ووتش في تقريرها أنه دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلق بالنزاعات المسلحة في البحار يلزم أطراف النزاع العديد من قواعد والمبادئ التي يجب التعامل فيها، بما في ذلك إنقاذ الضحايا الذين يوشكون على الغرق، لكن الذي يحدث هو أن يغرق صيادون في البحر ولا يتم إنقاذهم أو انتشالهم من قبل البحرية السعودية. أعتقد أننا وصلنا خلال هذه الحرب إلى صورة قاتمة في التعامل مع مبادئ هذه الحرب، مبادئ القانون الدولي الإنساني والقوانين التي يفترض أن تكون حاكمة لسلوك كل الأطراف المتنازعة خلال النزاع المسلح في اليمن. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا أيضا محمد الحسني رئيس ملتقى الصيادين الصياد التهامي عبر الهاتف من الحديدة. مساء الخير أستاذ محمد.
مساء النور عليكم استاذ آسيا وعلى الساده المشاهدين. اهلا بك. اذا بدايه ضعنا في صوره وضع الصيادين او المعاناه التي حلت عليهم في الساحل الغربي. سيدتي الفضلة، المعاناة جدا كبيرة وجدا إنسانية بحتة نتيجة القوة العارمة التي استخدمها قوات التحالف منذ 2015 وحتى اللحظة. هناك عدد كبير جدا من الصيادين لا تحطهم في عرض البحر وفي الجزر وفي الشواطئ، وهناك ايضا قرى خاويه على عروشها هجروها اهلها وسكانها خوفا على انفسهم من الموت. بالنسبه لهيومن انا اشكرهم واشكر كل العاملين فيها، لانها وان كانت متاخره الا انها اقدمت على خطوه حقيقيه، وانا اتفق معها في من حيث المبدا. هجمات التحالف على الصيادين كانت متعمده وترقى الى جرائم حرب. واختلف معها من حيث التفاصيل، فهي اخذت الضحايا الصيادين من عام 2018. نعم. وبالرغم من 2018 ف47 هو نصف ما فقط يعني من شهداء صيادين. هناك اكثر من 111 صياد سقط خلال العام 2018. يعني تقول بأن الإحصاءات ليست دقيقة؟ أيضا ما ذكر في ما ذكرته أو تقرير منظمة هيومن رايتس، هناك أعداد أكبر. مثل ما قلت لك، يعني أنا أتفق معها بأن التحالف ارتكب يعني جرائم متعمدة ترقى إلى جرائم حرب، ولكن التفاصيل هناك نعم أرقام جدا كبيرة وأرقام جدا ضخمة. وأتمنى من هيومن وغيرها واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن يأخذ على محمل الجد قضايا المدنيين من بداية العدوان ب 26 مارس وحتى 2019، من 2015 حتى 2019. نعم. طبعا هم تكلموا عن خمس هجمات. اها. بينما الهجمات اكثر من 81 استهداف. في 2018. اكثر من 81 استهداف. استاذ؟ في 2018. أم بشكل عام يعني عدد الهجمات؟ لا 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 لا، من 2018 يعني حوالي يمكن 37 استهداف 2018. إذا يعني دعني أسأل فقط الأستاذ محمد في هذه النقطة، هل ما أوردته هيومن رايتس هي ما استطاعت الوصول إليه من التحقيقات، أم يعني أنه مجمل ما تظنه حدث؟ لا أعتقد أنه مجمل الهجمات التي طالت الصيادين، كما أشار الأخ الضيف قبل قليل الهجمات كثيرة. وفقط من جانب فني في الغالب المنظمات الدولية عندما تتحدث أو تصدر تقريرا حول جزئية أو تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان تحاول أن ترصد الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة، سنة مثلا أو سنتين أو كذا. وبالتالي هي في تقرير هيومن رايتس ووتش كان واضحا أنه يتناول الهجمات التي جرت منذ 2018 والتي تمكنت المنظمة عبر باحثيها الميدانيين من توثيقها، وهي نعم وهي خمس هجمات فقط، ولا يعني أن كل الهجمات هي خمس هجمات، بل هي في الحقيقة، وهذا طبعا معروف يعني في السياق الذي تشتغل عليه المنظمات الحقوقية في تقاريرها، أنها تؤكد دائما أن الانتهاكات الواردة في التقرير لا يعني بالضرورة هي إحصاء لكل الانتهاكات، لكنها هي حالات نموذجية أو وقائع أمكنها جمع معلومات وافية حولها، بحيث يمكن لها من خلال هذه المعلومات التي تمكنت من الحصول عليها إصدار تقرير يوضح حجم هذا الانتهاك ونتائجه، ويعتمد أيضا على شهادات الضحايا. لكن أعتقد أن الهجمات بالعشرات خلال هذه الحرب منذ 2015، ومن المؤسف في الحقيقة عندما نتحدث عن هجمات تطال الصيادين أو المدنيين والأعيان المدنية بشكل عام،
أنه للأسف الإخفاق التحالف في إدارة المعركة وفي إلحاق خسائر مباشرة بالحوثيين يلجأ إلى تعويض هذا الإخفاق وهذا الفشل باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وهذا مؤشر في الحقيقة خطير ينم عن استهتار بمبادئ القانون الدولي الإنساني. كما أشرت في كثير من الحالات التي أشار إليها التقرير كان هناك إمكانية للقوات البحرية السعودية من تحديد الهدف إن كان مدنيا أو عسكريا، وبحسب شهادات بعض الضحايا الناجين من الهجمات كان هناك 3 أمتار ما بين المروحية التي نفذت الهجوم وقارب الصيادين، وبالتالي يمكن بوضوح رؤية هذا هدف غير عسكري، ولكن مع ذلك يتم استهدافه، وهذا يعتبر انتهاك لمبدأ الاستسلام والاستماع للأوامر وفقا للقانون الدولي الإنساني. نعم، هو انتهاك لمبدأ التمييز الذي يفترض أن يميز بين هدف عسكري وهدف مدني، وبالتالي مرة أخرى هذه الهجمات التي أشارت إليها هيومن رايتس ووتش في تقريرها منذ 2018 ليست كل الإحصائية بكل الهجمات التي حدثت، ولكن هذه الهجمات التي تمكنت من توثيقها والحصول على معلومات وشهادات بشأنها. إذن حدثتنا أستاذ محمد عن تقريبا 81 هجمة، هل تم توثيقها من قبلكم وإطلاع المنظمات ذات الشأن؟ نعم، تم توثيقها، وهناك أيضا أرقام لم نستطيع الحصول على معلومات حولها. نعم، هل تسمعيني؟ نعم أسمعك. أسمع. لم نستطع الوصول لتوثيقها عندما سارعت الأحداث في باب المندب وبعض سواحل المقر. نعم، لكن ايضا في نفس العام من 2018 في الجسد 39 ايضا فريق الخبراء الدوليين الاقليميين البارزين تحدثوا عن مقتل 40 صياد. نعم، اذا دعيني اختلف مع الاستاذ الاحمدي بان القوات التحالف تستهدف الحوثيين، لا اعتقد ان قوارب الصيادين كان يوجد فيها حوثيين، كمني لا اعتقد انهم متواجدين في المدارس والقرى والاحياء. لم يذكر ذلك. مشروع التحالف يستهدف الوطن. نعم، فقط اسمح لي بالتوضيح، الاستاذ محمد لم يذكر بانها تستهدف الحوثيين، على العكس قال بانهم اهداف مدنيه ويمكن رؤيتهم، ويمكن ايضا على العكس، يعني هو يجد ان قوات التحالف لم تميز بينهم كاهداف عسكريه واهداف مدنيه. لأن التحالف لا يستهدف الحوثيين، التحالف يستهدف الوطن أرضه وإنسانه. التحالف يسعى إلى تمزيق الوطن، التحالف يسعى إلى القضاء على بلد اسمه اليمن، وطن اسمه اليمن. نعم، إذن أستاذ محمد كونك رئيس ملتقى الصياد التهامي، ما هي مطالب أسر الضحايا من العالم والمنظمات الحقوقية والقانونية؟ ماذا بعد تقرير هيومن وماذا بعد تقرير الخبراء؟ لم نجد شيء، لم نجدهم يحركون ساكن. يفترض انهم قد توصلوا الى حقيقه واحده من بين 1000 حقيقه، عليهم ان يخطوا الخطوه الاولى. نحن مستعدين ان نمدهم بكل المعلومات اللازمه. نعم، الناس بلغت معاناتهم اشد المعاناه، يعني وصلوا الى حاله انسانيه يرثى لها. نعم، إذا حسب التقرير اليوم الحقائق أصبحت واضحة، يعني ولا داعي لإخفائها. نعم، حسب التقرير أخ محمد يتم اختطاف الصيادين، يتم تعذيبهم، يتم أخذهم جرحى ولا يتم علاجهم. أين هي الحكومة مما يحدث؟ هل يعقل أنها لا تعلم بهؤلاء الصيادين؟ أين دورها؟ أين دور محافظ المحافظة؟ المحافظة المعترض واللي موجود معنا والذي يزور الصيادين ويزور بيوتهم ويقدم ما يستطيع موجود عندنا في الحديدة. لا داعي بأن نتكلم على حكومة ليست موجودة، أنا أتكلم عن حكومة موجودة تلمس أوضاع الناس وتقدمهم كل ما يستطيعون مساعدة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك محمد الحسني رئيس ملتقى الصياد التهامي، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، حسب يعني جزئية في التقرير ذكر أن فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف لم يكشف عن نتائج أي تحقيق من أصل أكثر من 10 حوادث حصلت خلال 3 الأعوام الماضية، برأيك هل يتم فعلا
التحقيق في هذه الحوادث؟ أود فقط اسمحي لي أن أعلق على ربما لم يكن الصوت واضحا للأخ محمد حتى يصل الحديث حول مسألة أنه دائما نتحدث عن ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، وقلت بوضوح أنه كان بإمكان القوات السعودية التي استهدفت فيها جماعات عديدة الصيادين اليمنيين في عرض البحر أن تميز أن هؤلاء صيادون ومدنيون، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لاستهدافهم. وقلت أيضا أنه التحالف يخفق أحيانا في الاستهداف أو إلحاق خسائر بالميليشيا الحوثية كجزء من فشله في إدارة المعركة في اليمن بشكل عام، وبالتالي ربما يلجأ إلى نوع من الانتقام ضد المدنيين على هذا النحو، وهو يعني ربما يكشف ذلك في التحقيقات. يعني نذكر هذه النقطة، ولكن تعقيبا على ما يتعلق بفريق تقييم الحوادث الذي أنشأه التحالف، على اعتبار أنه كنا نظن على الأقل أنه جزء من الشفافية في أداء التحالف في تدخله العسكري في اليمن، أو كما يظن كثيرون، لكن على الأقل اتضح خلال كل التحقيقات التي أجراها فريق تقييم الحوادث أنه لم يكن جادا ولم يكن صادقا ولا يتمتع بالحد الأدنى من الشفافية فيما يتعلق بالتحقيقات التي أجراها، ولم نشهد حتى يعني إجراءات جبر الضرر بما يتناسب مع حجم الجريمة والانتهاك الذي وقع طيلة 5 سنوات الماضية. كان هناك حديث عن تعويض لبعض الصيادين في أحد الهجوم بعد أن تصاعدت حدة الانتقادات الدولية للتحالف بسبب المجزرة التي وقعت أظن في سبتمبر 2018، لكن حتى التعويض كان زهيدا للغاية، ويعني ينم هو الآخر أيضا عن استهتار بقيمة الإنسانية الجزاء الذي يفترض أن يترتب على مسألة الانتهاك. هو كأنه تسكيت لأنه حتى لم يعترف، كيف يدفع هذه التعويضات إن لم يكن هو الجاني؟ يعني لم ينشر الفريق، يعني لم يعترفوا بأي تجاوز، لم ينشروا هذه الحادثة في أي من تقاريرهم العلنية كما ورد في التقرير. أعتقد أنه التحالف من خلال تقييم فريق تقييم الحوادث هو فقط يحاول ذر الرماد على العيون من أجل إظهار أنه حريص على الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني خلال هذه الحرب، لكن في الواقع حتى في هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها أكدت أن فريق تقييم الحوادث لم يقم كما يجب، أنه يفتقد للحياد والاستقلال والنزاهة في كل التحقيقات التي أجراها بخصوص الهجمات التي طالت المدنيين والأعيان المدنية في اليمن، ولم يباشر حتى أي خطوة من خطوات جبر الضرر سواء على الصعيد المعنوي بمحاسبة الأشخاص المتورطين في جرائم الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، أو حتى جبر الضرر المادي للضحايا وتعويضهم على الأقل ماديا لقاء الانتهاك الذي طالهم، والذين خسروا في كثير من هذه الهجمات أحبائهم في استهتار واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وللحق في الحياة. يعني من الواضح فعلا أن فريق تقييم الحوادث الذي شكله التحالف أيضا حتى لا يتعاون بما يكفي مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. شاهدنا في وقت سابق لقاءات بين اللجنة وفريق تقييم الحوادث، لكن لم نجد أي نتيجة سواء محاسبة أشخاص، ضباط، قادة عسكريين مسؤولين عن هجمات محددة تم التأكد من أنها كانت جريمة حرب وانتهاك. وهناك أيضا من لم وخلاف. يعني لا توجد حكومة لتتابع ذلك، هذا المؤسف للأسف. هذا جزء من أسباب استمرار المشهد القاتم لحقوق الإنسان في اليمن، غياب الحكومة، غياب مؤسسات الدولة منذ انقلاب ميليشيا الحوثيين، يعني كان له آثار وتداعيات كارثية على مستوى محاولة وصول الضحايا إلى حق الانتصاف وتحقيق العدالة، وبالتالي أيضا بقاء الحكومة في الرياض جعلها مسلوبة القرار ومسلوبة الإرادة إلى حد كبير، ويعني لم يعد بوسعها المطالبة مثلا والضغط في قضايا وملفات حقوق الإنسان، بل حتى في قضايا سياسية واضحة يعني ظل هناك نوع من العبث على مدى 5 سنوات في المناطق المحررة، وظلت الحكومة صامتة تماما
رغم الآثار والتداعيات الكارثية لهذا الصمت ولهذه الممارسات. إذا حتى في مسألة الملفات الحقوقية كان هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلق بغياب دور الحكومة في الضغط على التحالف لوقف هجماته ضد المدنيين، لوقف استهتاره بأرواح المدنيين وبالأعيان المدنية، للمضي في مسألة تحقيق من الغارات والهجمات التي تطال المدنيين ومحاولة على الأقل جبر الضرر. أنا أتذكر بالمناسبة في 2015 أواخر 2015 عندما تمكنت من توثيق أو مقابلة أحد أفراد أسرة الإبي في صعدة، وهم يعني أسرة قتل معظم أفرادها بغارة للتحالف في صعدة، وتم مخاطبة بعض المسؤولين الحكوميين، لكن لم نشهد أي تحرك في هذا السياق للأسف الشديد. لا يوجد حتى شعور بالمسؤولية تجاه المواطن اليمني الذي يتعرض للتنكيل يعني والقمع من كل الأطراف للأسف. والحكومة اليمنية أحيانا تصدر تصريحات معينة أو مواقف معينة محدودة بسقف محدود، لكنها لا ترقى إلى مستوى الدور المطلوب والمسؤولية التي يجب أن تنهض بها في حماية المدنيين وفي المطالبة بحق الانتصاف وفي المطالبة أيضا بوقف استمرار نزيف الدم للأبرياء والانتهاكات بحقهم. نعم، إذن اسمح لي فقط أن أقرأ هذا المقطع أستاذ محمد، يعني بعد حادثة الشخص الذي ذكرت بأنه أعلن الشهادة وقال أنا مسلم مثلكم، يعني يتحدث شاهدان أن ثلاثة منهم أصيبوا بحروق بليغة لكنهم انتظروا 6 أيام ليقابلوا طبيبا. قال حسام كان الجنود في مركز الاحتجاز يغطون وجوههم بسبب روائح الحروق، بعد 5 أو 6 أيام أحضروا لنا حبوبا ومرهما وشاشا، لم تنقل سلطات السجون الضحايا المصابين بحروق إلى المستشفى، وأيضا واجهوا تعذيب حيث قال بسام عصبوا أعيننا وقد قيدوا أيدينا وضربونا بكابل، كنت أفقد الوعي كل ليلة لمدة 15 يوم، جميعنا خضعنا للتحقيق وتعرضنا للضرب، كانت هناك دماء يستجوبون لساعات، كنت أذهب إليهم بنفسي، ويعني الكثير من التعذيب حتى وصل بقوله كانوا يقولون أنت حوثي اعترف بأنك حوثي وسوف نتوقف عن هذا. في الأخير بصمت لهم على ورق دون أن أقرأها، وهو معصوب العينين بحسب الشهادة. يعني ما الذي يريده التحالف للأسف؟ يعني هل كل شخص يصل إليه هو متهم بأنه حوثي وهو يعلم أنه أخذهم من قواربهم من البحر؟ صحيح. مدنيين تماما. للأسف هذه الشهادة شهادة بالفعل مروعة وفي تكشف عن وحشية مفرطة في التعامل مع الأسير، حتى لو كانوا أسرى حرب يفترض أن يحظوا حتى لو كانوا أسرى حرب فعلا يجب أن يحظوا برعاية طبية فورية وأن يتم مداواتهم، يعني لكن أن يعاملوا على هذا النحو. يعني هناك الآن أكثر من 100 صياد يعني احتجزوا خلال هذه الفترة التي يرصدها تقرير هيومن رايتس واتش، بعضهم احتجز لـ40 يوم وبعضهم قضى 2.5 سنين داخل هذه السجون، ولنا أن نتخيل كيف يتم معاملتهم على هذا النحو، خصوصا الذين جرحوا أثناء الهجوم أو يعني نجوا من هجوم مميت وبدأت رحلة معاناة جديدة داخل السجون الحوثية وداخل السجون السعودية. وبالمناسبة هذا التعامل يعني لا يختلف في الحقيقة عن التعامل داخل سجون الميليشيا الحوثية. يعني نحن نلاحظ أن اليمن للأسف أخت آسيا والمشاهدين تحول إلى ساحة مفتوحة سباق يتسابق فيها كل الأطراف على يعني سحق كرامة الإنسان اليمني وانتهاك حقوقه على هذا النحو. وهذه الشهادات التي تخرج للعلن هي جزء بسيط من الواقع المرير الذي يعيشه المختطفون والمعتقلون في كل السجون، سجون سواء سجون الميليشيا الحوثية التي يتهم فيها الأشخاص ويعتقلون بذريعة التعاون مع ما يسمونه العدوان أو التحالف أو الحكومة الشرعية، أو المعتقلون والمختطفون في سجون قوات الحزام الأمني والنخبة المدعومة إماراتيا في الجنوب، ويتهمون تارة بالإرهاب والدواعش وتارة بأنهم حوثيون ويتعرضون لنفس المعاملة، أو حتى هذه الشهادة التي يرويها الصيادون الذين نجوا من هجمات مميتة للتحالف في البحر ويعتقلون داخل السجون ويتعرضون لهذا التعذيب الوحشي الرهيب. إذا نحن في الحقيقة أمام مشهد قاسي للغاية، كل الأطراف تنتهك حقوق الإنسان على نحو متفاوت،
كل الأطراف تمارس نفس القدر من الوحشية تجاه الإنسان اليمني وسحق كرامته على هذا النحو. يعني هذه شهادة في الحقيقة واحدة من شهادات المروعة التي خرجت للعلن وثقتها هيومان رايتس ووتش. أعتقد أن هناك العديد من الحالات، يعني نحن عندما نتحدث في الحقيقة للأسف أو يتحدث الإعلام ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية عن انتهاكات وتعذيب داخل السجون السعودية للناشطين السياسيين السعوديين، لم نكن نتصور أيضا أن تكون هذه أو هذا السلوك أيضا هو يعني ينسجم أو يمتد أيضا أو يطال حتى الصيادين اليمنيين الذين يعتقلون وهم جرحى ويتم استهدافهم. على الأقل كان يفترض تقديم اعتذار لهؤلاء على الخطأ باستهدافهم في عرض البحر، لكن يتم معاملتهم كأنهم أعداء ابتداء. وفي الحقيقة أنا استغرب دائما أحيانا بعض المغردين السعوديين المقربين من دوائر الحكم في السعودية يتعاملون مع اليمنيين كأعداء ابتداء كل اليمنيين. وللأسف حتى هذا ما كشفت عنه الأحداث الأخيرة، دائما أن السياسة السعودية تجاه اليمني باعتباره عدو ابتداء، وهذه كارثة في الحقيقة. كان هناك التفاف كبير لليمنيين واصطفاف مع الحكومة الشرعية في بداية عاصفة الحزب كما نتذكر لاستعادة الدولة، اعتبروها يقظة عربية لدعم اليمن ولليمنيين، لكن تلاشت هذه الثقة وتزعزعت وتلاشت وانتهت تماما، وأصبح من الواضح أن السعوديين يتعاملون مع اليمنيين من هذا المنظور. هذا النموذج الذي تتحدث عنه هيومان رايتس ووتش يعني ينسحب على كل السياسات للأسف الشديد السعودية في التعامل مع الإنسان اليمني. اليوم حتى الحكومة اليمنية أصبحت رهينة، ويتم سنتحدث عن دور الحكومة على هذا النحو. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان من ميشيغان. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور، أهلا بك. بداية أستاذ عبد الرحمن، كيف تابعت تقرير هيومان رايتس ووتش والذي تحدث عن مجموعة من الانتهاكات طالت الصيادين اليمنيين خلال الحرب؟ حقيقة التقرير هو الجيد الذي ورد التقرير التفاصيل التي والتوثيق الذي حدث لهذه الانتهاكات التي حدثت للصيادين. كلنا كيمنيين وكمواطنين نتابع هذه الأحداث على فترة متفرقة عندما تحدث عمليات استهداف للصيادين في البحر، لكن اليوم وردت في تقرير وفي جملة يعني تقرير واحد وردت بتفاصيل يعني كثيرة، وأيضا أشياء كنا نجهلها من عمليات الاعتقال التي تمت أيضا المعتقلين والصيادين من بعض للتعديل في المعتقلات عندما نقلوا إليها. هذه التفاصيل جديدة وردت في التقرير. ايضا التقرير تحدث عن الحوثيين وما تكون من انتهاكات في البحر، وكانوا يعني يعتقد انه الحوثيين هم عامل رئيسي في عمليه الانتهاكات خصوصا حتى في البحر، لكنه اشارته كانت اشاره بسيطه طفيفا عباره عن مرور عابر عن الانتهاكات التي مارسها الجماعه الحوثي من عمليه تلغيم البحار، ايضا استخدام الموارد الوارد الصيد ايضا استخدمت جماعه الحوثي في نقل عمليات الاسلحه وتهريب الاسلحه، وايضا هو لا يعطي مبرر للتحالف استهداف الصيادين، خصوصا انه كما لاحظنا في التقرير انه كانت التحالف عندما ياتي ويتاكد انه هؤلاء الصيادين يمارس عمليه اعتقال عمليه نقل عمليه تعذيب لهؤلاء يعني الصيادين، ايضا حتى عمليات الاستهداف كما ذكر الصيادين عندنا كانت من مسافات قريبه، وبعد ان يلوحوا بالاشارات على انهم مستهدفين وليسوا مقاتلين. يعني اعتقد انه نحن امام قضيه مهمه جدا تجعل التحالف او ايضا الحكومه اليمنيه امام مسؤوليه اخلاقيه في اجراء تحقيق جدي ولا اقول ذره رماد على العيون، ويعني محاسبه كل ممارسه عمليات الانتهاكات، وايضا الخروج رد على هذا التقرير رد عملي حول ما هي الإجراءات التي اتخذها التحالف وكذلك ايضا الحكومه اليمنيه. نعم، اذا استاذ عبد الرحمن، ما هي يعني الذي او ما الذي يمكن ان يترتب عليه قانونيا هذه الانتهاكات، وكيف يمكن لاهالي الضحايا ان ينالوا العداله او التعويض اللازم؟ هي طبعا هناك يعني ترتبات قانونيه يعتبر التحالف العربي هو مسؤول عن هذه الانتهاكات، وهذه جرائم
لكن للأسف الشديد لا يوجد عمل جني على متابعة مثل هذه القضايا. وأيضا هناك أيضا هؤلاء المواطنين ينتموا إلى اليمن التي تعيش في لحظة الدولة وتلاشي الدولة، وأيضا لا توجد هناك أيضا جهة رسمية يمكن أن تدافع عنهم. المؤسسات الرسمية في اليمن معطلة ولا يعني لم تكن بأي دور في حماية المواطنين. بالنسبة للمؤسسات الدولية مشكلة هناك يعني التدخلات السياسية أصبحت هي التي تسيطر على المؤسسات الدولية وأصبحت تكتفي بإصدار البيانات والإبانات، لكن أنا أعتقد أنه في حالة عملية تفعيل مثل هذه القضايا والاستمرار في الثبات يمكن أن يكون هناك نتائج، لكن مبدئيا يجب أن على الضحايا أن يشكلوا يعني مجموعة ومجموعة عمل لمتابعة يعني حقوقهم، وأيضا ملاحقة كل من مارس عملية انتهاكات في حقهم، وألا يسكتوا عن هذا الأمر. ومهما يعني مهما طال الزمن الظروف هي تتغير، ونحن لاحظنا أن هناك من مارس عمليات إجرامية تمضى سنوات طويلة عن تهابهم المقام إلى أن وضعوا أمام المحاكم الدولية. ولذلك أنا أدعو التحالف العربي، أدعو الحكومة اليمنية إلى سرعة المبادرة وإجراء تحقيق داخلي، لا في أي يعني يعني أي تحرك دولي الذي ربما يكون هو الأمر الصحيح، لكن من باب المسؤولية الإخلاقية ومن باب المسؤولية القانونية ومن باب احترام الدول يعني لكيانها ولعيبتها يجب أن تجري تحقيق حول هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل الأفراد التابعين لها. نعم، إذا أستاذ عبد الرحمن، هل تعتقد أن صوت الضحايا اليمنيين وصل للعالم في يعني كونك مقيم في الولايات المتحدة؟ هل صوت هؤلاء الضحايا عبر هذه التقارير الدولية موجود على الأقل في أروقتهم؟ أعتقد أنه يعني المسألة اليمنية والقضية اليمنية أصبح لها صوت، خصوصا في الفترة الأخيرة المغربية وصل الصوت إلى كثير من الأماكن التي كانت طولتها وكانت لا تعرف حتى أين تقع اليمن. نحن أنا فوجئت يعني عند وصولي إلى أمريكا على أنه الوضع في اليمن موجود حتى في مدارس الأطفال، يعني يقيموا الأطلاق الخيرية، معارض الصوت للضحايا. أيضا يعني أنا تفاجأت أنه يعني أستاذ ابنتي التي هي في الصف الخامس طلب منها أن تكتب تعبير عن الحرب في اليمن وعن الانتهاكات التي تعرض لها. هناك يعني احتفالات تقوم المسلسل الشعب اليمني، يعني أصبحت القضية اليمنية كل من يمارس عملية انتهاك وأصبح اليوم يعني أمام العالم مفتوح. لذلك على الأطراف أن يعني تنتبه لهذا الأمر، وعلى أيضا يعني الضحايا أن لا يعني يسكتوا وأن أيضا لا يحسوا، أصبحت قضيتهم اليوم يعني أصبحت قضية رائعة عالمية، والأمم المتحدة أيضا أصبحت هي يعني تتحدث عن المسألة في اليمن، ويمكن تحركها ضعيف لكنها من باب التقارير هي تتحدث عن الانتهاكات التي تحدث، تتحدث عن المأساة الإنسانية واعتبرت أنها أكثر مأساة إنسانية في العصر الحديث. يعني أصبحت اليمن يعني ربما تجاوزت القضية السورية والقضية الليبية والكثير من القضايا التي موجودة على الساحة العالمية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن برمان المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من ميشيغان. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، ربما ذكر الأستاذ عبد الرحمن نقطة أن في التقرير أيضا تم ذكر ميليشيا الحوثي التي تراغم البحر والتي تستهدف السفن بصواريخ كروز وكذلك ألغام بحرية، ألغام بحرية، لكن كما هو ملاحظ دائما لا يذكر الحوثيون إلا لماما، يعني في تقرير من 14 صفحة تقريبا كم سطر أفرد فقط للحوثيين، لماذا؟ يعني للأسف، أولا بالفعل هناك كنا دائما نقول أنه في تسييس لعمل كثير من المنظمات الحقوقية، لكن بالمقابل أيضا يعني الكثير من المنظمات تتعامل أولا مع الميليشيا الحوثية، هذا من ناحية سياسة للمنظمات أنه جماعة غير معترف بها، وبينما السعودية والتحالف حكومات ملزمة بالقوانين
والاتفاقيات الدولية، ولذلك يترتب على مسؤولياتها إجراءات معينة يمكن اتخاذها بحقها. على سبيل المثال التقرير أشار إلى ضرورة الضغط على الدول الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وغيرها، لمنع نقل وبيع الأسلحة للسعودية بسبب هذه الانتهاكات. لكن بالمقابل أيضا الميليشيا الحوثية يفترض أيضا أنها مسؤولة عن يعني عن مدى التزامها بقوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني، وهناك انتهاكات واسعة وانتهاكات خطيرة ارتكبتها الميليشيا الحوثية على مدى هذه 5 سنوات. وكنت قلت بداية الحلقة أولا أن هذه المأساة هي إحدى المآسي الناجمة أساسا عن انقلاب الحوثيين وجر البلاد إلى أتون هذه الحرب وتداعياتها الكارثية. لكن بالمقابل أيضا يفترض أن يكون هناك موقف أكثر صرامة فيما يتعلق بجرائم الميليشيا الحوثية وفرض عقوبات عليها. نعرف أيضا أن الميليشيا الحوثية أساسا كانت تستخدم الكثير من الأعيان المدنية والمواقع المدنية في سياق حربها، وبالتالي هي من تعرض حياة المدنيين أيضا للخطر. الصيادين الذين تضرروا بفعل الألغام البحرية. نعم، ألغام بحرية تزرع ألغام بحرية، يعني لم يسعها البر لزراعة أكثر من 1,000,000 لغم بحسب إحصائيات حكومية. أيضا هناك ألغام بحرية وهي تمثل مشكلة وخطر حقيقي يهدد حياة الصيادين، ويعني في الحقيقة هؤلاء الصيادون اليوم الذين يتعرضون لهذا التنكيل وهذا الاستهداف بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، بحسب أيضا حتى كثير من التناولات التي تحدثت عنها وسائل الإعلام على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق بملف الصيادين اليمنيين، معاناة كبيرة لأن هؤلاء هو مصدر رزقهم الوحيد في البحر، وإذا كان البحر يشكل خطر عليهم فقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وبالتالي لم يعد أمامهم إلا أن ينتظروا الموت جوعا ولأسرهم للأسف الشديد. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك أيضا تسليط للضوء على جرائم الميليشيا الحوثية فيما يتعلق بالصيادين، فيما يتعلق أيضا بأصحاب المهن التي فقدوا الذين فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم بسبب الحرب التي أشعلت فتيلها الميليشيا الحوثية وجرت البلاد إلى أتونها. أيضا الممارسات اللا أخلاقية واللا مسؤولة لميليشيا الحوثيين فيما يتعلق باستخدام المدنيين دروعا بشرية، استخدام أحيانا الأعيان المدنية والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية وبالتالي يجعلها عرضة للاستهداف. وعندما نتحدث عن هذا ليس مبررا على الإطلاق للتحالف لاستهداف المدنيين أو البحث عن ذرائع للاستهدار، بل نقول دائما أن التحالف يستهتر بأرواح المدنية، يستهتر بمبادئ القانون الدولي، لا يلتزم بمبادئ التناسب والتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وأن عليه أن يحترم قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك خلال هذه الحرب. لكن بالمقابل أيضا الميليشيا الحوثية تتحمل جزءا كبيرا وأساسيا من المسؤولية عن كل الكوارث والمآسي الناجمة عن هذه الحرب. نعم، لو تحدثنا عن دور السلطات المحلية في تخفيف معاناة الناس، أين هو المحافظ حسن طاهر؟ يعني خاصة أن هؤلاء الناس أغلبهم صيادون ويعني يعيشون وضع الحرب، وكثير منهم أحجم عن يعني الصيد بسبب ما يحدث خاصة في المناطق المحررة. أخت آسيا، يبدو للأسف الشديد أن قدوة مسؤولية السلطات المحلية هو الرئيس هادي. الرئيس هادي في المهجر وفي يعني خارج البلاد، إذن معظم المسؤولين التابعين للحكومة الشرعية المحافظين المعينين بقرارات جمهورية في العديد من المحافظات اليمنية التي حتى التي يمكن لهم العودة إليها لا زالوا في المهجر. هناك أجزاء واسعة من محافظة الحديدة تم تحريرها وهي في قبضة على الأقل قوات حكومية أو محسوبة على الشرعية أو على التحالف، لكن لا يزال المحافظ خارج المحافظة. يفترض عودة المحافظين في المناطق التي يوجد أو في المحافظات التي يوجد فيها مساحات للتحرك أن يعودوا إلى هذه الأماكن، يلامسوا عن قرب هموم المواطنين وأبناء محافظاتهم، يبدأوا في حل كثير من الملفات والإشكاليات. لكن بقاء المحافظين ومسؤولي السلطات المحلية في الرياض على هذا النحو أعتقد أنه جزء من المشكلة، وأنهم يتحملون المسؤولية أضعافا مضاعفة في حال لو عادوا وحاولوا أن يقدموا شيئا ولم ينجحوا. يعني قد يتعذر البعض بنقص الإمكانيات أو ما أشبه ذلك، لكن بإمكانك أن تكون جزءا من المواطنين في المناطق المحررة وتعاني من معاناتهم
وبعد ذلك يمكن لكل حدث حديث. أما أن يبقى محافظي المحافظات خارج مناطق أو المحافظات أو المناطق المحررة ويتحدثون عن أنهم مسؤولين حكوميين ومؤيدين للشرعية، أعتقد أن هذا ضحك على الدقون، ويجب عودة كافة مسؤولي السلطات المحلية للمحافظات على الأقل مناطق المحررة وممارسة مهامهم من داخل الجغرافيا اليمنية. إذن شكرا جزيلا لك محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.